السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع مريم. اليوم غادي نشوفوا الصفحة رقم 51 تلقين، سؤال 11. لدينا 632 ضرب 154 تساوي 97328. استخدم هذه العملية لملء الجدول دون إجراء حساب. طب عطوني هذه العملية وبها غادي نعاونوا راسنا باش نخدموا العمليات اللي عاطينا في الجدول، ولكن بلا ما نديروا عمليه حسابيه. يعني شنو خاصنا هنا؟ خاصنا اول حاجه نلاحظوا، نخدموا الملاحظه. دونك عندي في الجدول مثال وديجا هما مخدمينه لينا. جداء عددين عشريين، 632 في 15.4. الفرق هو ان هنا داروا فصيله بعد رقم واحد. اذا في الخارج شدوا نفس الخارج ولكن داروا ليه فاصله بعد رقم واحد. وهنا مقارنه النتيجه مع 15.4، كيبقى هذا العدد اكبر من 15.4. نمروا للعدد الثاني. في العدد الثاني شنو الفرق اللي كاين؟ هو كان الفاصله كاينه ما بعد شحال من رقم، خصنا نحسبوهم. واحد هنا وهنا كاين واحد اثنان. اذا غادي نكتب هذا الخارج كيف ما هو هنا، وندير الفاصله من بعد شحال؟ من بعد 1 2 3. 1 2 3 هاي متفقين. وكيبقى هذا العدد كيف داير مقارنه مع 15.4، كيبقى اكبر من 15.4 متفقين. نمر للعمليه المواليه. عندي 0.00632 ضرب 15.4. هاد العدد راه هو نفسه هنا، غير هنا الفاصله شوف فين ولات. خاص الخارج كذلك يخرج لي نفس العدد، غير هو الفاصله غادي تكون مختلفه. دونك اول حاجه غنكتب الخارج، من بعد نشوف الفاصله من بعد شحال من رقم. 1 2 3 4 5 6. اوكي دونك ها 1 2 3 4 5 6. اذا الفاصله خاص تكون هنا، وهنا هذا الفراغ غنديروا فيه صفر، وهنا كذلك صفر. وهذا العدد مقارنه مع 15.4 كيف داير؟ اصغر منه. اذا نديروا هذا لو سين اصغر ونكتبوا العدد ديالنا هنا متفقين. نمشي للعمليه اللي من وراها. عندي 0.632، الفاصله كاينه من بعد شحال من رقم؟ 1 2 3 4. اذا غادي نكتب العدد ديالي ونحسب اربعه الاعداد عاد نحط الفاصله. 1 2 3 4. هذا العدد 9.9. واش اصغر ولا اكبر من 15؟ اصغر بطبيعه الحال. اذا غادي نكتبوا لو سين اصغر. متفقين. العمليه اللي من وراها كذلك الفاصله كاينه من بعد شحال من رقم؟ 1 2 3 4 5. اذا غادي نكتبوا العدد ديالنا ونحسبوا 5 عاد نحطوا فاصله. 1 2 3 4 5. اذا هنا غنحطوا الفاصله وغنديروا الصفر. 0. هذا العدد أصغر من 15 متفقين. العملية الأخيرة عندنا 63.2 ضرب 15.4. كنلاحظوا بلي الفاصلة هنا كاينة من بعد شحال من رقم؟ بعد رقمين فقط متفقين. رقم هنايا ورقم هنا. إذا نكتبوا العدد ديالنا ونحسبوا رقمين ونحطوا الفاصلة ديالنا. دونك 1 2 هنا، وهاد 973.28 اللي حصلنا عليها كي دايره؟ هي عبارة عن عدد أكبر من 15.4 متفقين. بهالطريقة حنا سالينا العمليات اللي كاينين في الجدول الأول بدون
إنجاز العمليات، خدمناهم بلا ما درنا العملية كاملة. سؤال رقم 12، ذهب والد فيصل إلى السوق فاشترى. دونك الوالد ديال فيصل مشى للسوق وشرى 1.5 كيلوغرام من اللحم الخروف بثمن 60 درهم للكيلوغرام، و 3 كيلوغرام من الطماطم بثمن 2.5 درهم للكيلوغرام، و 2.5 كيلوغرام من البطاطس بثمن 3.5 كيلوغرام درهم للكيلوغرام، و 2.5 كيلوغرام من البرتقال بثمن 4.25 درهم للكيلوغرام. احسب المبلغ الذي انفقه والد فيصل. دابا نعاود نشرح. بابا فيصل مشى للسوق، شنو شرى؟ شرى اللحم، شرى البطاطا، شرى مطيشه، شرى الليمون، وهادشي كامل. عطاوني شحال من كيلو شرى، وعطاوني شحال داير كيلو واحد، يعني شحال شرى من كيلو وشحال داير الكيلو الواحد، وفي الاخر قالوا لينا شحال خسر، يعني هادشي كامل بشحال شرى. دونك خاصني ندير هنا عمليه الضرب وكذلك عمليه الجمع. انا غنشرح، ناخذ ورقه. اذا قلنا بلي خدا 1.5 كيلوغرام ديال اللحم الخروف، وكيلوغرام واحد بشحال كيساوي؟ كيساوي ب60، متفقين؟ دونك واحد كيلوغرام تساوي 60 درهم، هو خدا 1.5 كيلوغرام، اذا شحال كتساوي؟ باش كنعرفوها تنديرو هاد العدد في هذا، متفقين؟ وكنديروا 1.5 نضربوها في 60، هي شحال؟ 5 في 0 0، 5 في 6 30 نقطة، 1 في 0 0، 1 في 6 6، ونجمع 0 0 6 زائد 3 9. الفاصلة كاينة من بعد رقم واحد، ها هي. إذا بشحال شرا اللحم؟ شراه درهم، شراه ب90 درهم، يعني هذا هو الثمن بشحال تقام عليه اللحم. صافي، دابا غادي نمشيو مثلا البطاطس. شرا 3 كيلو، وكيلو واحد داير 2.5، اذا نشدو ديك 2.5 نضربوها فاش؟ نضربوها في 3، 3 في 5 15، 3 في 2 6 زائد 1 7. الفاصله كاينه من بعد رقم واحد، هاي. اذا حنا لقينا بشحال خدا البطاطا. نمشيو دابا نشوفو طماطم، لا شفنا هذه ديال الطماطم، دابا عاد نشوفو بطاطا. خدا 2.5 ب3 دراهم ونص، اذا نديرو 3.5 غنضربوها في 2.5، 5 في 5 25، متفقين؟ كنحطو الخمسة وكنحتفظو بالاثنان. من بعد 5 في 2 10 زائد 2 ديال الاحتفاظ، 5 في 3 15 زائد 2 ديال الاحتفاظ، هي شحال؟ هي 17. نديرو النقطة هنا، 2 في 5 10، احتفظوا بالواحد، 2 في 3 6 زائد الواحد ديال الاحتفاظ هي 7. دونك 5 7 8. الفاصلة كاينة من بعد شحال من رقم؟ جوج، اذا 1 2، هايا. ها بشحال خدا البطاطا. دابا بقى لنا الليمون. الليمون الكيلو داير 4.25، وهو شرا شحال؟ شرا 2 كيلو أونص. اذا 5 في 5 كم تساوي؟ 25. غادي نحطو 5 ونحتفظو بجوج، متفقين؟ 5 في 2 10 مع الجوج هي 12، احتفظوا بالواحد. 5 في 4 20 ومع الواحد هي 21، نحط النقطة هنا. 2 في 5 10، احتفظوا بالواحد. 2 في 2 4 زائد 1 هي 5، 2 في 4 هي 8، ونجمع 5 2 6 10، متفقين؟ فلقيت بشحال خدا، مازال ما ساليتش. الفاصله كاينه من بعد شحال من رقم؟ 1 2 3. اذا 1 2 3، اذا خدا ب10 دراهم فاصله 625، وهنا 7 دراهم فاصله 5
8 درام 75 وهنا 9 درام، وما قالنا شحال خسر في المجموع ديال كل شيء. اذا حنا عرفنا كل حاجه بشحال، دابا باش نعرفوا كل شيء خاصنا نديروا عمليه الجمع. دونك غادي نجمعهم، ها هي عندي 10 فاصله، وشوفوا الطريقه كيفاش غادي نحطهم. 90 درهم فاصله 0، هنايا 7.5، دائما الفاصله غنحطها تحت بعضياتها كامله، وهنايا 8 فاصله، فوالا خاص يكونوا الاعداد تحت بعضياتهم بحال هكا، متفقين؟ اذا عمليه الزائد بيناتهم 5 زائد لا شيء 5، متفقين؟ 2 زائد 5 7، هنا عندنا 6 زائد 5 كتساوي 11، زائد 7 18، ندير 8 ونحتفظ بالواحد، الفاصلة هاي في بلاصتها. 8 زائد 7 زائد 1 8، و8 زائد 8 كتساوي 16، احتفظوا بالواحد. 9 زائد 1 10 زائد 1 هي 11، إذا شحال خسر في المجموع؟ خسر 116.875 درهم. إذا هذا هو المجموع ديال شحال خسر الأب ديال فيصل من مشى للسوق وشرى الحاجيات اللي خاصينهم في الدار، متفقين؟ دونك فوالا، كانت هذه هي الفيديو ديال اليوم، درنا فيها الحصة الرابعة. الحصة الخامسة إن شاء الله غادي نشوفوها في فيديو مجد. تهلاو لي فراسكم بزاف، السلام عليكم.